سلام. المهم اول روتين معنا غادي نمشيو باش نعطيو البكره باش تاكل، هانتوما كتشوفوا معنا. المهم مباشره من بعد ما نوصل عند البكره غادي نصور ماما وهي كتحلبها، هانتوما كتشوفوا معنا كيفاش كيحلبوا البكر. المهم ما تملوش تشوفوا مزيان سبحان الله العظيم الطريقه باش كيحلبوا. المهم بعد ما نحلبوا غادي نشطبو ليها، يعني غادي نقيو ليها بلاصتها. المهم انتما كتشوفوا، المهم وليت الماما كيفاش تصورني وانا كنحاول نوريكم شنو كيفاش يعني كينقيو البلاصه ديال البكره. المهم صراحه عمل شويه كيكون شاق، بالخصوص ملي كتخليه يكون كثير، اما ملي كتشطبو كتنقيه كل نهار كيكون ساهل بزاف وما فيهش بزاف تماره، ملي كيكون يوميا، اما ملي كتخليه باش يكثر بزاف بزاف كتشبع فيه تماره. المهم هانتوما كتشاهدوا معنا هذا كيفاش كنقيو هاد البلاصه هادي. مهم وها هي البقره راه كتاكل الربيع اللي كنا حشيناه يعني داك النهار. المهم انتم غتشوفوا لا فيديو ديال النهار اللي حشينا فيه زعما الربيع وداك الشيء. ايوا المهم تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه. ها انتم كتشوفوا معنا الشجر والطبيعه الربيع كلشي موجود تبارك الله. مهم احنا الله نزلنا للمكان المقصود اللي غادي نحشو منه الربيع. مهم هانتوما قريب ان شاء الله نوصلو، لكن غادي نوريكم وانا في طريقي، غادي نوريكم يعني الطريق ديالنا يعني المسافة اللي كنضربو باش نوصلو للبحير ديالنا اللي مخصوصة ديالنا، حيت كاينين ديال الناس وكاينين ديالنا، يعني كاينين ديال الناس ماشي كلشي ديالنا. هانتوما وهو الشجر تبارك الله، الزيتون والربيع كلشي موجود. اي مهم هنايا كان فيه واحد العين سبحان الله العظيم، حتى هو كان فيه الماء بزاف، ولكن للاسف الشديد مع هاد الاعوام الاخيره ما بقاش الماء. وهانتوما كاين البرد هاد النهار، هذا الجو زعما زوين ديال بصح، ومع رمضان ما كنخرجوا ما كندرجوا، ولكن دابا قلنا مع ريوسنا ننزلوا نبدلوا الجو شويه ومنها نقضيوا حاجه. هانتوما كتشوفوا معنا الشجر تبارك الله الطبيعه، واخا راه ماشي هكا كيكون الجو زعما ماشي بهذه الطبيعه هذه وبهذا الجمال، غير هذا العام شويه ناقص مع الشتاء، ما جاتش بكري، ما جاتش في الموعد يعني اللي مولفه كتكون فيه، هادشي اللي كاين. مهم تفرجوا حتى الاخير وفرجه ممتعه، وباقي ان شاء الله غادي نصور لكم فيديوهات فيها الطبيعه مزيان وفيها بزاف ديال الحوايج ديال المفاجات. تسناونا ان شاء الله، كاينين بزاف ديال البلانات كنديروهم ان شاء الله في بالنا. نتمنى ان شاء الله ينال هذا الفيديو اعجابكم، تشجعونا ما عليكم نتوما غير تشجعونا، اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يشجعنا ويشارك معنا، فهذا غادي يساعدنا اكيد في قناه يوميات لطيفه فرانس، ما تنساوش. هانتوما احنا غاديين في الطريق حتى نوصلوا للبلاصه المقصوده اللي غادي نحشو منها، وغادي نوريكم كل شيء بالتفاصيل الممله. هنايا في هذه البلاصه اللي قربت ليها الكاميرا كيسرحوا فيها الناس، هنا اللي معروف عندنا هنايا كيسرحوا فيها الناس بزاف، يعني مكان عمومي للناس ديال القريه. كلشي موجود تبارك الله الطبيعه، يا سلام. المهم هانتوما وانا في طريقي قلت بلاتي ضروري نصور هاد المنطقه هذه اللي هي منطقه مخصوصه بزاف. المهم كما قلت لكم هاد المنطقه هذه فيها واحد العين صراحه يستحق انه نهضر عليه في هاد الفيديو هذا صراحه. المهم دابا غتشوفوه، ومهم
شي حاجه اللي مؤسفه بزاف. كان زمان هاد العين تبارك الله كان فيه الماء بزاف على الجهد، سبحان الله العظيم مع مرور الوقت ومع مرور الزمن نشف بمره، ما بقى فيه حتى شي نقطه ديال الماء. المهم ربما الناس ما كيهضروش، ربما هادشي باين نيت، باين بانه الناس ما كيهضروش والمسؤولين ما كيديروش يعني الواجب ديالهم. الناس اللي مسؤولين في بحال هاد الامور هادي ديال ليبير ديال العين ديال بزاف ديال الحوايج، المهم اللي مخصو اللي متخصصين في المساله ديال الماء في الباديه، المهم هذا نداء ليهم. كاينين الناس هكا يعني كل انسان حافر البير ديالو بوحديتو، كيسقي الشجر ديالو حدا دارو بوحديتو، يعني هادو مسائل مزيانه. ولكن كما قلت لكم كاينين الناس مخصوصين بزاف، ناس الشجر اللي حدا اللي كاينين هنايا في البحير كاينين، يعني صراحه محتاجين بزاف، محتاجين الماء، محتاجين انهم يحيوا من جديد. المهم كنتمنى ان شاء الله ربي يلطف على الشجر ويلطف على الناس اللي مخصوصين في حال هذه المسائل. المهم واخيرا وليس اخيرا، شكرا على المشاهده، كنتمنى ان شاء الله ينال هذا الفيديو اعجابكم وتشجعونا باللايك ديالكم في قناه يوميات لاتيفا فرانس. الى اللقاء ان شاء الله. خليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وانا من لقنا عجبني في هرزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. ما خلي الوقت يسريح بيد الروح. شدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون، فهمني حاسس بيا عرفني تايق فيا، بالأغضب تخاف علي وبلوم شطور. وانا من لقنا عجبني في هرزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. وانا ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وانا من لقنا عجبني في هرزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. ما خلي الوقت يسريح بيد الروح. شدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون، ف
فهمني حاسس بيا عارف متايق فيا بلا غضبتي خاف علي وبلوم مشطور وانا وانا ومن لاقنا عاجبني في هرزنا.